السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف الحال يا شباب؟ اليوم معنا الفيديو هذا من سلسلة مين كرافت طبعا أصدقائي، وهلأ راح نفرجيكم أشياء جديدة سويناها اليوم، وراح نروح لقلعة النذر ونجيب الموارد الثمينة طبعا أصدقائي. وهلأ لا تنسى حملتنا توصيلي إلى 100 مشترك أصدقائي لنستمر معكم، ولا تنسى اللايك والتعليق والاشتراك أصدقائي، وخليكم معنا ومع المقطع ويلا. اوكي يا شباب، هلا رح نطلع من هذا الباب ونشوف. هذا اول شي سويناه طبعا هو البيت تبع الاحصنة، حطينا هون حصانين، وهون في عنا حصان زبطنا له دايموند وطبعا ودرعه السرج تبعه طبعا، يعني صار حصان هذا. والله في عنا شغلات جديدة لازم تشوفوها يا شباب. ننطلق الى هون لنشوف، سوينا مزرعة تانية، وهي هي المزرعة التانية يا شباب، صارت جاهزة وشغالة وبتعطينا نفسها ونفس القمح طبعا. نحن عم نكتر قمح عشان نبدله مع القرويين ونستفيد من الامرولد طبعا اصدقائي. في شغلة تانية سويناها وهي المتجر او السوق، عشان نقدر نستفيد منه. وين السوق؟ هداك هو السوق، بلش يبين. ها هذا هو السوق، شايفينه يا شباب؟ هذا السوق او المتجر، بنقدر نشتري منه اي شيء لازمنا، من موارد، من اشياء، من اي شيء. وبنحاول مثلا نسوي نكبره مثلا اذا بالمستقبل احتجنا اي شيء ضروري وما لقينا، بنقدر نسويه هون بالمتجر ونحط له سعر مثلا. يا حنفوت، هاي هون السوق، وكل واحد حاطط بضاعته قدامه. بس هون لسه نحط هون شد السعر يعني تقريبا. بس هون هذا عنده العين الاندر 16 وحده باثنين دايموند، وهذا عنده سلايم بول. هذا هو الكره اللزجه بالعربيه طبعا، بواحد دايما بيعطيك 16 تمام. وعنا هذا اللي بيعطينا القشر الموشور البحر، المهم هذا تبع الضوء طبعا اصدقائي، المصباح. وهذا كمان كمالته عشان ساي المصباح ونقدر نشتري. هون هي عندك الالعاب النارية، هي هون عندك المكعب الكورتيز، هي عنا هون الجلستون الريدستون، عنا هون كمان، هون عنا الجلد، وهون عنا الاسهم، وهون عنا الفحم، وهون عنا جراح الالترا. بس هذا ممنوع نشيله، ممنوع الاستخدام هذا. من هون بدنا بنشتري من هون ب10 دايموند حق الجناح، يا سلام. وهون عنا العظم طبعا، هون عنا سرج الخيل. شو سعر سرج الخيل؟ 8 دايموند تاخذ درع الخيل طبعا. وهون عنا هذا السرج 5 دايموند، يعني اذا نسوي خيل 5 دايموند و8 بدنا 13 دايموند نسوي نظامي يعني. طبعا هذا السوق نقدر منوسعه بالايام، بس اذا قدرنا نضيف بنضيف، بنقدر منفوت فيه ونوسع اكثر واكثر. وطبعا هذا السوق يعني راح يفيدنا كثير كثير، لان الدايموند عندك كل ماله عم يكثر، لان عم نستفيد من القرويين طبعا اصدقائي، وعم نبدل الامرود الى دايموند، وهذا الشيء بفيدنا. وصار عندنا دايموند كتير وعم نستعمله طبعا، ونحتاج المتجر يعني. شايف هدول الخواريف، وهون عندنا الخنازير، وهون عندنا الدجاج، هاي الخواريف البيض، وهون البقر. هون سويناهم هدول، كسرناه وقت لوناهم تتذكروا في الحلقات الماضية، والله زادوا يعني عم نطعميهم عشان يزيدوا الوان، صار عندنا كتير كويسة. وهاي هون عنا تنتين صاروا تقريبا،
ما بعرف اذا حكينا في الاسبوع الماضي ولا لا ما حكينا. المهم صار عندنا تنتين، هدول قصب سكر يعني بفيدونا نحوله لوراء ونروح نبادل فيه القراويين على امرولد. طبعا هلا بنرجع لمهمتنا الاساسيه، والله صارت هون خلفيه البيت، طورنا شوي في البيت يعني، بس ما بشتغل عليه كتير. سوينا هي هيك البلكونه طبعا، وهذا الباب الخلفي هون نقدر منفوت منه وننزل على المستودع طبعا اصدقائي. هلا راح نساوي الجولدن ابل طبعا يا شباب، هاي الجولد راح تفيدنا لأن نروح على قلعة النذر. وين صارت؟ فالجين هون، هاي هي طبعا راح اساويهم والله 14 وحدة. يلا مو مشكلة بناخذ هدول 14 بفيدوا. صار عندنا 14 تفاحة ذهبية طبعا، وبدنا الجزر الذهبي هذا ناخذه كمان معنا للزمة. صار عنا تنتين طبعا، هدول راح نرجع مشان يكون عنا الصندوق فاضي طبعا، مشان اذا قدرنا نجيب موارد نقدر نستفيد منها. اوكي الله هيك تمام. يعني البيض ايش عم بيساوي عنا؟ خلينا نرجع نحط البيض على البيض ومشي الحال. الله هيك اظن لازم ننطلق الى النذر. يلا يا شباب فلننطلق. اين بوابة النذر؟ هنا هون عدلنا على المنطقة، شلنا هون الدرت الزيادة كله، صار المي حوالينا على الداير هيك المي، يعني منظر رائع. اوكي هاي هي بوابة النذر، خلونا نفوت يا شباب وننطلق. نرجع بسرعة بنفوت، يمكن بهذا الطريق هذا هون راح نروح للقلعة. سويت انا بتذكر طريق هون، هذا هو كان باختصار يعني يودينا للقلعة بسرعة. ليش هيك يعني بدك كسر؟ طبعا خلونا نروح بسرعة. اين القلعة؟ هاي هي القلعة يا شباب، ان شاء الله نستفيد باشياء نقدر نجيبها. خلونا نقدر نفوت من هون؟ لا انا شايف ما من هون نقدر نفوت. ايه هاي درج هون تمام، هي النبتة تبعية النذر. اوه هاي اول صندوق يا شباب، اول صندوق، بس ما يجينا شي حدا. اوه هات هات، هدول مهمين تمام. خلونا ناكل التفاحة عشان نكون محميين يعني. والجزر عجبش بيساوي شي؟ يلا ما راح ناكل الجزرة تماما. هي فتحنا اول صندوق يا شباب واستفدنا من السرج، وهي هون درع خيل حديدي تمام. خلونا ناخد هدول نكسرهم ناخدهم معنا هدول، عشان ما اذا شفنا ما نرجع نفتح نقول هاتون. ها بدنا ناخد هالنبتة كمان. هلا بس ارجع رح اخدها ولا ناخدها؟ هلا يلا مالنا خسرين شي، شيل شيل بسرعة بسرعة بتنشال تماما. خلونا نشيل هالحجرة وناخد هالنبتة هدول كمان يا شباب، لأن هدول بيفيدونا طبعا نساوية للمشروبات طبعا أصدقائي. هاي النبتة بتفيد كتير للمشروبات، المساي مثلا مشروبات المي مثلا عشان ما تغرق، مشروب الرؤية الليلية، وهدول المشروبات المقوية طبعا. في شي هون؟ ما في شي ولا هون. خلونا نشيل السيف. واو في لافا فوقنا اكيد. يعني هاي صندوق يا شباب، يا الله يا شباب، يا سلام السروجة غير شكل. نشيل الصندوق،
غريبة لهلا ما شفنا ولا وحش. وهي صندوق يا شباب، يلا يلا يلا، يا سلام. خلونا نشيل الدلوعة. أنا شايف ده تعبى عندي. وهي صندوق وداك صندوق، يا سلام. مش عم نشوف، انا شايف مرة الحق اخدهم كلهم، اتعبت من الله. خلونا نشيل هاي طبعا. لهلا ما صادفنا ولا وحش منيح، اي احسن الشي. ما في وحوش كني. هاي صندوق والله، القلعة غير شكل، يمكن اظن ما ضل غيرهم يعني. ما بقى تسع عنا الوضع. شيل هاي، صحيح هاي ليش شايلة؟ القضيحة يعني شوي نشوف. هدول شيل الدرج، هات الولاع الولاع. المهم واو يا شباب، السقوط من هون. ايش في هون يا شباب؟ هي عم نطلع القلعة فوق ليفا كمان. مو مشكلة نحن عنا هلا. المهم يمكن الصناديق كلها طلعوا عنا على الصدفة هون يعني. يمكن ما اظن لاقي اكتر من هيك صناديق، مستحيل يمكن يضل فيها القلعة هي. خلونا كمان نتفرج يعني، ما لنا خسرانين شي. اوه لا لا لا، الحال يعني السروج كتير بلزمو. ايه ايش نساوي؟ وين نكب؟ ايش نحط؟ والله الامر لازم اتخلص من الديرت. الديرت عندي كتير تماما. في شي هون يا شباب؟ عنا هون خلونا ناخد. ما شفنا وحوش لا لا لا، بقول ما شفنا وحوش. اجاني الوحش، تعال اقول لك، تعال هون. كاني سممني. في عظم في فحمي هذا اعطاني، والله ما لازم نهضم نحن. عباس لسه ما حكيت، عبول ما شفنا وحوش صاروا اتنين. ما خلاني اخد ساي، ما عندي مكان انا. اوكي يا شباب، شايفين وحوش النهر؟ الله لمحتهم هون. انا رح هلا احاول انزل لتحت ومشان، بس شلون الطريقة؟ نتبع طريقة المي. راحت المي، ما في عندي مي. ازت حالي ما بأثر، هذا هو راح اكل. لقيتك تعال. وين العصاي؟ ما اعطاني عصاي. بلكي هلا الاقيكم هوني، سنبحث عنكم جميعا. رح ادخل القلعة. ديك شفتن هون، شفتون ايه بهاي، شفتون سندخل. وهي يا شباب شفت واحد هون، وينه؟ ابحث
ابحث عنه يا ترى وين صار. اين انت ايها الوحش؟ كهني هذا هو. هذا هو طلبنا. ايش ننكب؟ ايش ننكب؟ هات هاي كبة. يا سلام، هاي هي. في وحدة هون كمان، خلينا نطفي هاي. هات حصلنا عليهم، واخيرا هدول هلا بنقدر انه نساوي آلة المشروبات. هي بنقدر ناخذها من عالم الاند، بس هلا بدنا اياها، نحن مستعجلين عليها، ضرورية لنقدر نصنع مشروبات. بلكي الله يغيرن ان شاء الله، انه تنتين يكون كافيات يعني. ارجو في شي نكب وناخد هالمزروعات. لا، في عنا مجال ناخدهم، نستفيد. والله هذا كبه نقدر نصنع كله 3 حبات ايرون، نصنع ابريق دلو، ما مشكلتنا الدلو. والله خلونا ناخذ هالمزروعات نستفيد، نزرعهم في عالمنا. ممكن اظن انهم يحتاجوا ظلام يعني. ايوه، في عنا هون ايش نكب؟ خلاص فوت. شوف وين المدخل السري يا ترى؟ هذا هو؟ لا، كوني. وخلونا نرجع الى عالمنا. يلا يا شباب، رجعنا بالليل. اصبح اول شغلة هي لازم نعملها انه ان ما عاد اشوف الباب. ما عاد نشوف الباب وينه. وهي نومي، الله نام. لقد انجزت المهمة. بالفعل انجزنا المهمة وقدرنا ناخذ موارد القلعة طبعا يا شباب، بس كان يتأخر في النومة، تعب كتير هو. صح مظبوط، تعب كتير في القلعة. خلونا ننزل لتحت ونفرجيكم ايش حصلنا. اوه، على دروعة الخيل والسروجة. هون لازم نحطهم يعني، هون الادوات. هون 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 ابو سروجة ولا هدول. ما عاد يعني، ما عاد لازم المتجر يعني. طلع كم سرج؟ 1 2 3 6 سروجة عندي، ودروعة 7 مو 6 كمان، وهذا الثامن. صار عنا كتير دروع. نشوف هون هدول. هون النزر لازم. لا مو هذا النزر، ولا هون النزر. طبعا رح نحط النبتة تبعيت النزر هون مشان. والله في عنا الرمل الروح، اسمه رمل الروح، هاي الرمل اللي بتعيش عليها هاي النبتة طبعا. وحصلنا جولد وصدرية ذهبية، هاي اللباس الذهبي. خلونا نحطهم في مكانهم، ولو الشعلة كمان حطها. وعنا هون هاي الذهب تماما، صار عنا ذهب جولدن ابل، حطها هون هي للمهمات. وهي اي فهم عشان ايش؟ مشان ايش لزمتها. وعنا هي شو بنقدر نصنع الآلة؟ هلا ما عندي فكرة انا.
راح نتجه لل اذا بتطلع هون عنا ما بعرف اذا بتطلع لما بتطلع هي والله طلعت شغلتها بسيطة شغلتها بسيطة بس حجر هات استاك حجر تماما بنحط هيك واحد اثنين ثلاثة ايه والله صارت برجع بنسوي وحدة تانية عجب بصيروا تنتين هات وحدة صاروا تنتين والله يا سلام صار عنا تنتين بيصنعونا اللي وين نحطهم بس المشكلة نعمل هون ايه خلونا نعمل شو اسمه جيب الحجر الابيض ما في ابيض هون عنا ما في هون في هات تماما نعمل له خشب هاي خشب هحط وحدة هون ولا نحطها هون برأيك لا بلا الدرج بلا بلا الدرج بنحط وحدة هون وبنعمل لها الحركة هيك وبنحط وحدة هون ويا سلام الله صارت آلة البوشنات البوشنات طبعا المشروبات يعني جاهزة شايفين يا شباب جاهزة بس نجهز عنان ونشتغل عليها لنشوف شلون نشتغل عليها وإيش المواد اللي لازمتنا لأن لحالة بدها دروس هاي الآلة طبعا أصدقائي هلا وصلنا معكم لنهاية الفيديو وأرجو أنكم استمتعتوا معنا بهذا الفيديو يا شباب ولا تنسى حملتنا توصيلي إلى 100 مشترك يا شباب وأمل أنكم شوفوا أصدقائكم وخلوهم يشتركوا في القناة لنستمر معكم ولا تنسى اللايك والاشتراك يا شباب وإلى اللقاء في حلقات قادمة من سلسلتنا مين كرافت والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.